والهداف الجديد لأبناء شهاب الليلي يعقوب ديارا يستغل المساندة الهجومية لشكل هماني من اليمين وينجح في مغالطة المدافع والحارس العمدوني ويضيف الهدف الثاني للفريق. يوزع كرة عرضية وياسين بوشعالة في اختتام العملية يوقع الهدف الأول لفريقه بعد 20 دقيقة لعب. انفراده بالحارس ونفس الشيء لتصويبة شاكر الرجيعي الأرضية من خارج المنطقة. كرة واضحة لاعب الوسط شاكر الرجيعي واللي كان وراء الهدف الثاني لفريقه بعد عملية الضغط اللي قام بها على حامل الكرة يقطعها ويمررها ليكوبا ديارا اللي بدوره بمجهود فردي يراوغ الخط الخلفي للضيوف ويتمكن من مضاعفة النتيجة لفريقه مع نهاية الفترة الأولى. ضغط منافسه لعب على الحملات المضادة عن طريق مهاجمه يكوبا ديارا. وإذا في المحاولة الأولى شاكر الرجيعي ما استغلش الفرصة أمام شيبان المهاجم يعقوب ديارا ولا أثر مجهود فردي ممتاز يتحصل على ضربة جزاء بعد التحام بينه وبين الحارس الثاني. ضربة جزاء تقدم لتنفيذها شاكر الرجيعي. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي هذا الثلاثي في شكل إعارة من النجم لترجي الجنوب يعقوب ديارا. يعقوب ديارا امكانيات بدنيه هائله يحاول المرور يمر يعقوب ديارا مازال متابع من ايمن عبد النور تمشي الكره لفوق الرقبه الدفاع. الكره مش قاعد تصل معناها في الوقت يولي اوبليجي معناها لاتاكون باش يرجع لتالي ياخذ كره الى محمد علي ونافع الجبالي تو الكره ترجع الى يعقوب ديارا متابع من بسام البرعابي قريب الحكم يشير الى ضربه مخالفه لمهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي يعقوب ديارا. هذه الإعادة للمخالفة المرتكبة من بسام المقرا يخسر الكرة مع مجدي الخويلدي. يعقوب ديارا للصادق الوريمي يرفع الكرة إلى يعقوب ديارا يعمل ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي إلى يعقوب ديارا ما ثماش تسلل يسدد فوق المرمى ممتازة تسديدة يعقوب ديارا. أمامنا على الصورة رقم 17 تحول إلى ترجي سيرجيس من النجم في شكل إعارة. هذه الإعادة قوة كبيرة لكن ما كان ولد العكيشي ياخوها سيف غزال أرضية مخطة ياخوها يعقوبا ديارا. يعقوبا ديارا يبعد على غزال والاعتراض وضرب في مثل هذه الكرات ترجي هذه الجرجين عبد النور كرة مخطة ياخوها يعقوبا ديارا. رجيعي 31 مع ديارا وجه لوجه يعقوب ديارا. يعقوب ديارا وشاكر رجيعي. رجيعي يحط ديارا في وضعيه وجه لوجه وتسديده من لسعد الجزيري قبل سلامه ثم دانيلو يا خو يعقوب ديارا. يعقوب ديارا يعقوب ديارا التمرير لمحمد علي سلامه ثم دانيلو يا خو يعقوب ديارا. يعقوب ديارا يعقوب ديارا عثرة الفريق في ديربي الامس ديربي العاصمة وبين فريق اخر الفريق الضعيف الاتحاد لانه بصراحة مباراة كبيرة اليوم والتشويق باش يكون موجود في كل الملاعب تقريبا انطلاقا من ديربي الساحل اليوم اضافة منساوي محمد علي نفخة توصل ليعقوب ديارا. يعقوب ديارا ارضي ديارا تبقى كرة للنجم طامبو فايو يوزع فايو في القائمة الثانية وهدف التعادل. هدف التعادل النجم الرياضي الساحلي يعقوب ديارا المالي حاضرة في لقاء الاجوار بين الاتحاد والنجم. هذه عادة للكرة من بن جاسم الى طامبو فايو التوزيع بالتكبير دون رقابة يضع الكرة بالرجل اليسرى يعقوب ديارا في مرمى حارس الاتحاد ليتفاعل جمهور النجم مع المساندة كما قلنا بنقص عدد النجم الذي الساحلي يحاول يلعب بالموجود توصل كرة ليعقوب ديارا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. يعقوب ديارا اللاعب المالي النجم بثلاثة عناصر أجنبية كثير برشا في كرة القدم
ترجع كرة من جانب ياكو باديارا، البحث عن مرموش يخلي كرة بذكاء كبير بالقاسم، لكن ضيع تمشي ياكو باديارا، والهجوم للنجم من جانب اتحاد ملقى على أرضية الميدان. ترجع كرة من ياكو باديارا، البحث عن من بالقاسم تونيش، الترويض من جانب ياكو باديارا، يحاول المرور يسقط ويربح المخالفة، يربح المخالفة رغم احتجاج لعب الاتحاد. هذا ياكو باديارا المالي الذي سجل الهدف الوحيد، وهذا التدخل الأخير هو وأيضا مجدي المصراتي بسرعة. الكرة غازي شلوف، اللمسة الوحيدة المرة هذه ما تنجحش، والمخالفة لفائدة النجم الساحلي. مرة أخرى شاكر الزواغي، التوزيع في مستوى القائم الثاني، والهدف الأول، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي. طيب العملية، وإياكوبا ديارا اللاعب المالي في أول حضور ليه في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي يتمكن من تسجيل الهدف الأول، يصلحها جيلسون في اتجاه شاكر الزواغي، ترويض وتوزيع، وربما خطأ، أكيد هو خطأ في المراقبة من محور دفاع سداد بخاري. التمريرة في اتجاه ياكوبا، يروض الكرة جيسون سيلفا، يرارس المرة هذه عبد الرحمن بعبورة كان حاضر في المكان المناسب. ممتازة من ياكوبا ديارا، ياكوبا ديارا، ياكوبا ديارا، ممتاز المرور من ياكوبا ديارا، والمخالفة موجودة، وننتظر العقوبة الإدارية. لاحظوا لمسة واحدة في اتجاه ياكوبا، ممتاز ياكوبا، ممتاز ياكوبا، يبحث عن المساندة مع سداد بخاري، توصلوا سداد بخاري، تصويب طيب المراوغة، شاكر الزواغي في اتجاه ياكوبا ديارا، طيب اللمسة الواحدة في اتجاه سداد بخاري، استعمل دي في اللقطة الأخيرة، الحكم الاسودي كان حاضر ولمسة يد ضده، والكرة ممتازة من ياكوبا ديارا. مصعب ساسي في اتجاه ياكوبا ديارا، ياكوبا ديارا، ياكوبا ديارا يتوغل، ياكوبا ديارا يتوغل، ممتازة في أول ظهور. شوف العملية كيفاش كانت، يتوغل يعني بمجهود فردي ياكوبا ديارا بقوة في زاوية مغلقة، لكن يتفطن حسام من السليمان وتعود لفايت النجم الرياضي الساحلي. ياكوبا، 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 ممتازة في اتجاه العصام وتعود لفايت النجم الرياضي الساحلي. ياكوبا، 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 ممتازة في اتجاه العصابة، كانت تعود لصالح النجم الرياضي الساحلي. أيمن العياري، أيمن العياري في اتجاه ياكوبا، ياكوبا يحاول باش يمر، يربح ضربة مخالفة، يربح ضربة مخالفة ياكوبا ديارا. كرة لصالح النجم الرياضي الساحلي في اتجاه ياكوبا ديارا، يروك في اتجاه نفخة، محمد علي نفخة إلى ياكوبا ديارا، ياكوبا إلى محمد علي. الراجع كذلك لتشكيلة النجم الرياضي الساحلي، ياكوبا ديارا. المساندة أحمد العكيشي، ياكوبا ديارا، مهاجم المالي تامبو فايور الزربي، واحد اثنين جاء للتونسي بالقسم التمنيش في هذه المباراة. ياكوبا ديارا تمشي لتامبو فايور، إعادة عملية كان ياكوبا ديارا. ينتظر في المنافس بتاعه نادي الرياضي الشمسي، ثم الهجمة المهاجمة تتبع، هذا ياكوبا ديارا يدخل داخل منطقة الجزاء، يوزع اختيارات عديدة أمام في الحقيقة المهاجمين ممتازين، واليوم أعطى الفرصة